اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسولتو تيلي ميديسن مع السيد الدكتور محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء، كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا استاذ اسامه، ازي حضرتك؟ الحمد لله. طبعا احنا بننوه للساده المشاهدين ان احنا بناخد الاتصالات بتاعتكم على الهواء من الان، وكل شيء متعلق بالسكر تدوا الفرصه لنفسيكم انكم انتوا تاخدوا روشتة من الدكتور محمد ان شاء الله. هو زي ما سيادتك قلت، احنا اليومين دول طبعا بنقدم حلقات عمليه شويه، ان احنا بنتكلم قليلا ونعالج كثيرا. وده الحقيقه مش هو النمط او المقصود من البرنامج، لكن للظروف الاستثنائيه ان المرضى بيبقى في شويه صعوبه انهم يروحوا للاطباء سواء في المستشفيات او في عياداتهم الخاصه، فاحنا بنتولى هذه المهمه من خلال طبعا البرنامج. فان الساده المشاهدين من اول لحظه أوكي. يتفضلوا يتصلوا بينا ونقول لهم ماشي. العلاج يبقى حتى معاهم ورقه وقلم يقولوا لنا الدواء وكده. ناخد اول اتصال. اتفضل استاذ عزه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا اولا عايزه اشكرك واشكر الدكتور محمد سعد على البرنامج ده، ربنا يجازيكم خير يا رب. الله يخليكي، شكرا. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. الدكتور سامعك طبعا. انا يا دكتور مدام عزه كلمتك الاسبوع اللي فات. اهلا وسهلا. انا عندي 55 سنه ووزني 165 وطولي 165. انا اخذت دكرام الصبح 60 وملجا، والحقنه حضرتك قلت لي حقنه الانسولين زوديها خليها 30 بدل 20. عظيم. والحمد لله انا شايفه في تحسن، الف حمد وشكر. الوجع اللي في رجلي والاصابع الورمه دي خفت، بس انا عندي دلوقتي الكتف الشمال بتاعي بيوجعني جدا. هو كان في عيب كولك الدكتور قال لي عليه، وهو اداني كورتيزون، بس بصراحه لما الفتره عدت رجع الوجع تاني اكتر. هل الكتف الوجع دوت من السكر ولا طيب عشان حاجه تاني؟ حاضر. اداك الكورتيزون حقنه في المفصل ولا حبوب؟ لا حقنه. جميل، في المفصل. الحقنه دي ممكن تاخدها في العضل، تنفع. هي نفس الحقنه. انت عارفه اسمها ايه؟ لا بصراحه. طيب في حاجه اسمها طب اكتبيها عندك بالعربي، اسمها ديبو ميدرول او كينا كور. ايوه. طب خد السهله دي، كينا كورت. كينا كور. الحقنه دي عباره عن سنتي لونها زي اللبن، هتتاخد بسرنجه صغيره، بس اللي بتديها لك تديها لك في العضل، ما تبقاش في الدهن. يعني لما تيجي تديها تطرفها مش في الاليا بقى اللي هو الدهن اللي بيلظلظ ده، في حته كده ناشفه شويه عشان تخش في العضل، لان هتقعد تشتغل معاك يجي شهر وهتخفف لك، بس احتمال تعلي السكر. انا اقول ايه البديل؟ لو هناخد حاجه مثلا زي الكتافلام، هو يا دوبك حبايه لمده كل يوم بعد الاكل، ثلاث حبات 25 مللي، هتلاقي الكتف السكر بيكون السبب. كلامك صح. وممكن تستعملي بقى يعني حمامات دافيه للكتف وحاجات زي كده، او الدش يبقى سخن عليها، وان شاء الله تبقى كويسه. ومبروك ان السكر اتحسن ورجليك اتحسنت. الف سلامه. ربنا يبارك فيك. تمام. طب ممكن اعرف طرق الوقايه من التهاب الاعصاب السكري؟ طب دي بقى نخليها بعد الايه، بعد الكورونا وعليك خير. ماشي. شكرا. شكرا استاذ عز. شكرا. السلامه. فهو يعني الفكره بالنسبه للكتف اللي هي بتقول عليه، احيانا دايما كتاف مرضى السكر بيحصل لها نوع من الالام، وان احنا السكر ده موجود طبعا جوه السوائل الجسم كلها، وبتتحد مع البروتينات. اما يبقى عندك حد يقول على طول، لان يعني الغايه هو خلاص اوكي المرضى ان احنا نعالجها يعني. اكيد. ويمكن عشان توقفنا قبل البرنامج كتير فهم واخد بقى حضرتك على ما يعني يعرفوا. تمام. طيب ناخد الاستاذ احمد. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. ممكن حضرتك بس بعد اذن حضرتك، انا عندي دلوقتي عندي السكره الثالثه والخامسه، الثانيه والرابعه فقرات في الغضروف، باخد بروفين كتير مسكنات وما برضاش اعمل، عشان ما برضاش اعمل عمليه، وانا شاب عندي 35 سنه. من كتر البروفين ديت انا بصراحه حسيت ان بطني كبر شويه. بتاخد اسمها ايه الدواء الحبوب؟ باخد مسكنات على طول، البروفين اللي هو البروفين 400 الاحمر. طيب هو الغضاريف دي مأثره على الاعصاب بتاعتك؟ يعني ماسك البول بتمسكه كويس؟
لا تمام، انا بالنسبه للامراض المزمنه كلها تمام. انا بالنسبه مأثره على الرجل الشمال، في ضعف في الرجل الشمال. الرجل الشمال بتنمل وساعات انا كنت بزحف منها يعني من الالم. لا ضعف غير الالم، الضعف اللي هو بالنسبه ان انت رجليك ما تحسش انها قويه، ما تقدرش تشيلك. لا هي بتشيلني يا دكتور بس بتنمل. طيب خد راي تاني حد من بتوع العمود الفقري زملاتنا، ولو كنت تعمل عليه يبقى احسن، لكن البروفن تمشي عليه فترات طويله ممكن ياثر تاثيرات سلبيه على الكبد الكلى اقصد، وممكن لا سمح الله يؤدي لحاجات وحشه قوي في الكلى. فحاول تقلل الدواء ده وتستعمل حاجات طبيعيه ان شاء الله، يعني حاجات طبيعيه، مجهود مش عارف ايه، تحط قربه ميه سخنه، الكلام ده كله. تمام يا دكتور، الف سلامه. تمام، شكرا شكرا استاذ احمد، الف سلامه. فهو الـ 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 بالنسبه لان نسبه السكر تبقى زياده في الدم، وفي مش الدم بقى لوحده ده، كل حاجه بتبقى مسكره، يعني الجسم كله فيه نسبه جلوكوز عاليه. الجلوكوز العالي ده بيتحد مع اي بروتينات في الجسم، جسمنا شويه بروتينات مختلفه، انواع مختلفه من البروتينات. تمام، فاللي يمسك فيه يعني البروتينات المكونه ببساطه جدا لبعض المفاصل، والغريبة ان دايما ثابت اللي هو مفصل الكتف، فاحيانا ضبط السكر في حد ذاته تصلحه، بس لو كان الالم ده حديث يعني ما استفحلش وبقاله فترة كبيرة، لان ليونة الاغشية المخاطية والاغشية السلسة واللينة بتبدأ تبقى عارف تبقى زي ما تكون اتجلدت. يعني معنى ذلك يا دكتور الام كتف او الام في مفاصل او عضلات ممكن لو بحثنا وراها تبقى في ما هو الصوت. احنا هنا اتكلمنا واحنا بنتكلم ان الكتف او زي ما حضرتك قلت المفاصل دي بيكون سببها مش عصبي، سببها تركيبي، يعني تركيبه المفصل نفسه بما فيه من اغشيه وما فيه من عضلات. تمام، بينما اللي هو حضرتك قلت عليه العضلات والالام والحاجات دي بتكون عصبيه، نتكلم عليها تاني. تمام، طيب ناخد الأستاذة وفاء. سلام عليكم أستاذ وفاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ممكن أسأل الدكتور بعد إذنك؟ اتفضلي اتفضلي أستاذ وفاء. الدكتور أنا عندي جوزي يا دكتور هو عنده السكر، وعلى طول برضو الكتف الناحية الشمال ديت بيشتكي بيها على طول. نعم، وبياخد له علاج يا فندم؟ هو بياخد له السكر بس ديامترون ام ار سي تي. والسكر صايم كام؟ ما أنا مش آخر مش حافظه انا اخر تحليل كام، بس هو كده هو عالي على طول، حتى يعني لان في الضغط كمان. بس هو حضرتك اصل ضبط السكر جزء من العلاج. ما هو حضرتك هو ماشي بالعلاج بس ساعات بحكم شغله فالعصبيه كده على طول عاليه مع الضغط، معليه سكر والضغط. طيب على طول يعني انا دلوقتي هدفي اليومين دول عشان الناس ما بتعرفش تروح للدكاتره، فان احنا بندي علاج، حاولي تعرفي العلاج ايه وكلمينا تاني. والسكر بتاعه الصايم كام حتى لو تحللوه دلوقتي لو هو جنبك؟ ماشي ماشي يا استاذه وفاء، لو تعرفي بس كل المعلومات ولو سمحت اتصلي بينا عشان اديكوا روجيتا ان شاء الله. ماشي، شكرا شكرا يا استاذه وفاء. معانا الاستاذه ولاء. سلام عليكم. ايوه عليكم السلام، لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور سامعك. لو سمحت يا دكتور انا على طول معدتي وجعني وعملت منظار عليها وكانت بطني بتوجعني على طول وعندي اسهال اسهال، ف عملت منظار برضو على القولون فطلعت التهابات في القولون وطلع عندي التهابات في المعدة وارتجاع في المريء، بس خدت جميع الأدوية لمعدتي ومعدتي برضو ما بتخسش، وبالذات الفترة بتاع الصبح معدتي بتوجعني جامد، وبرضو بطني بعد ما ارتحت شوية بعد المنظار من بطني بطني بدأت توجعني تاني، وحللت تحليل كده فقالوا لي انت عندك بروسيلا، فمش عارفة هل هو ده بيوجع؟ لا بروسيلا ولا الهيليو الهيليوباكتر انت بس بتغلطي فيها، بروسيلا دي حاجة تانية خالص. طيب عملت اشعة تلفزيونية على البطن الترا ساوند يعني؟ عملت اشعة وعملت تحاليل كبد لا لا انا بسأل على الالترا ساوند، عملتها امتى؟ عملت ايه؟ اشعة تلفزيونية على البطن. عملت اشعة تلفزيونية من شهر تقريبا بعد المنظار، فالدكتور قال لي انت ما فيش اي حاجة، عندك شوية دهون على الكبد بوساط يعني. وزنك قد ايه وسنك قد ايه؟ انا عندي 32 سنه ووزني 85 كيلو. وطولك قد ايه؟ وطولي 170. يعني رفيعه. ولدت كم مره؟ نعم. ولدت كم مره؟ معايا 3 اولاد وعامله المراره. طيب مفيش فتاق في البطن؟ مفيش فتاق في البطن ولا حاجه؟ لا لا.
لا طب روح للدكتور كده وخليه يستبعد ان في فتاء، لان لو في فتاء صعب يبقى صغير قد الزرار الصغير بتاع القميص. طب معدتي يا دكتور بتوجعني من ايه؟ ما هو انا لازم اشوف الحاجات البديله، والناس كلها فكرت في المألوف، انا بفكر لحضرتك في الغير مألوف اللي هو بيعدي على الدكاتره. فحضرتك لو بيبقى ساعات في فتاء فوق السره كده بحوالي 5 سم او 7 سم بيبقى قد زرار القميص، وبالتالي مش اي دكتور يعرف حاصل. لو موجود مش هتخف باي حاجه غير ان ده يترقي يتظبط. ده اللي عندي ليكي دلوقتي، لو كان كده كلميني الاسبوع الجاي ان شاء الله. تمام، شكرا شكرا استاذه ولاء. الاستاذه وفاء رجعت تاني بالمعلومات. استاذه وفاء سلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا دكتور، هو بياخد ام ار 60، ام ار ديامترو ام ار 60 نعم للسكر، ومارفينيت مارفيتينس ال 40 على 5 على 25 للضغط. طيب والسكر كام؟ هو مش عارفه والله يا دكتور، هو السكر بس هو كان الدكتور بيقول اخر تحليل عملت سكر عالي صايم وفاطر وتراكمي، اخر تحليل الحمد لله كويس. السكر بيعلاش بقى لان هو بيتعصب يعني. لا لا لا، يعني سكره مظبوط حاليا دلوقتي؟ اه الحمد لله. طيب الحمد لله سكر مظبوط. طيب احنا ممكن ناخد دواء اسمه كاتافلام 25 مللي جرام، اكتبيه بالعربي او بعيد الحلقه بتطلع على اليوتيوب تاني عشان تسمعها مفيش مشكله. تاخد حبايه مثلا مرتين في اليوم لمده 3 ايام بس، مش اكتر من كده، ولازم يكون بعد الاكل لانه بيتعب المعده، ولو استمر عليه كتير مش صح. الى جانب ممكن علاج طبيعي للكتف ان شاء الله، والا في البيت عشان ما نكلفش نفسنا ممكن قربه ميه سخنه تتحط مثلا يبقى فاضي على الكتف، او يوقف تحت الدش ويسخن الماء زياده شويه ويخلي الدش ينزل حوالي 10 دقائق ولا حاجه. تمام شكرا شكرا. ناخد ابو محمد. ابو محمد من السعوديه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليك يا دكتور. اهلا بيك، اهلا بالسعوديه، اهلا بسهلا سهلا. دكتور الله يخليك، انا عندي سكر الفاطر يطلع 180 نعم، وبعدين استعمل الديمقرون 60 واستعمل التريجنتا 5 مللي بعد الغداء. اه تراجنتا استخدم 750 هذا الجلوكوفاج 750 اس ار بعد العشاء. الجلوكوفاج اه يبقى جلوكوفاج جلوكوفاج قبل العشاء. أيوة. وتراجنتا 5 مللي بعد العشاء. ماشي بعد العشاء. بس هو يعني كويس يعني مستقر يعني، بس هنا مشكله في الليل بعد صايه تبع بالليل وتشيني حلوم، يعني هو يجيب شيء حلوم، وعندي رجلي مخشبه مره، رجل الثنتين سنك يعني مره في الليل. سن حضرتك قد ايه؟ سني 50 سنه. كم 50 سنه. 50 سنه. طيب الوزن كام يا فندم؟ الوزن 90. وطول سيادتك؟ وطول سيادتك؟ هلا؟ الطول، طول حضرتك 158. طيب يعني معقول، مش 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 مليان قوي. هو طبعا حضرتك في زياده في الوزن من 8 يعني حوالي 10 كيلو. لو حضرتك نزلنا ال 10 كيلو دول، وده انا يعني اتمنى ان يبقى في فرصه انك تتريض كل يوم نص ساعه، واخد بال حضرتك، هتلاقي كل حاجه بقت كويسه عند سيادتك. لان هو الخط قطع، لان السكر يعني السكر اللي بعد الاكل. ابو محمد معنا؟ لا خلاص، خط قطع. 180 ده ما يعتبرش وحش قوي، لكن مش كويس لانه سنه 50 سنه يعني صغير. 50 سنه اه لسه صغير. يعني حضرتك بس زود لي المجهود نص ساعه كل يوم او اكتر من كده، المشي عادي يعني تعمل لك مثلا من 4 من 3 كيلو ل 5 كيلو مشي. تمام، لو عملها هيبقى 100 100. اهم حاجه المشي. ناخد معانا الاستاذ احمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتكم منورين. الحمد لله، ده نورك، اتفضل. بعد اذن حضرتك يا دكتور، انا بشتكي اي اكل باكله بيطلع في معدتي، بيجي عند تحت الحنجره كده بيجيب لي زي هواء ويبقى فيه تقرعات تعبني جامد. طيب ده بعد الاكل ولا ملوش علاقه بالاكل؟ لا بعد الاكل، يعني انا لو صمت مثلا بالنار كويس احيانا بيجي لي وانا صايم، بس بعد ما باكل ممكن يغيب معايا ساعتين ثلاثه بالليل ما ببقاش عارف انام. طيب يعني اذا حضرتك لما بتنام على ظهرك بيحصل الموضوع ده يزيد صح؟ ايوه حاضر تمام كده. الله يبارك. سنك كام سنه يا فندم؟ انا عندي 31 سنه. وزنك قد ايه؟ وزني 95 كيلو. طول سيادتك؟ 170. او قلنا الوزن بتاع 95؟ الوزن. نعم. 95 يعني وزنك كويس. ده ارتجاع في المريء، واخد بال حضرتك، وعلاجه بيبقى مقرف شويه، وهو ده حضرتك الحمض ساعات بيطلع يوصل لحد الحنجره وممكن يصحيك من النوم بشرقه احيانا،
فعشان نبقى عمليين، هتاكل اولا هتبعد عن القهوه، بخصوص القهوه والنسكافيه ومشتقاته معايا. خلاص اتقطع. طب هو يبعد عن القهوه واخبار حضرتك، لو عندك حد يخش واحنا نكمل معاه. ماشي. ابو محمد السلام عليكم. ابو محمد رجع تاني من السعوديه. طيب اتفضل. اتفضل. ما قلت على العلاج، العلاج كويس. بص يا ابو محمد، ابو محمد حاضر حبيبي، انت حضرتك حاضر حبيبي. الصايم بتاع حضرتك بالتاكيد هيكون 120 130 السكر. حضرتك اسمعني بالتليفون احسن، وابعد عن على عن التلفزيون لو سمحت. ابو محمد ابعد شويه عن التلفزيون او اقفل التلفزيون واتكلم من التليفون. يلا يا دكتور انا ابعد عنك. شكرا. طيب جزاك الله خير. حضرتك دلوقتي السكر الصايم بيطلع 120 او 130 المفروض باللي انت قلته سيادتك. ايوه. اللي بعد الاكل 180. احنا الغرض بتاعنا ان الصايم بتاع حضرتك يبقى 110 120، لان سن حضرتك 50 سنه شويه صغيره، شاب ما شاء الله. واللي بعد الاكل عايزينه يبقى 140 130 برضه. فاحنا عندنا الزياده مش عاليه قوي، وبعدين سيادتك وزنك مش عالي قوي لكن مش نحيف. فاحنا لو نزلنا 5 كيلو ولا على ما اتذكر يعني او 10 كيلو بالنسبه لحضرتك، السكر بتاعك ده ممكن نوقف الادويه كلها. بالظبط. فانا عايز سيادتك تمشي حوالي من 3 كيلو ل 5 كيلو في اليوم، دول هياخدوا منك من 40 دقيقه لساعه مشي مقطعين او مره واحده. وكلمني حضرتك. قول لي اسمه التنمل حق الرجل هذا وش؟ نعم. التنمل حق الرجل، التنمل حق الرجل تصير تخشب في الليل لما بنام. هي بتخشب يعني بتشد عليك لكن مش كده؟ ايوه تكتب. ايوه طيب. حاضر هتاخد، حاضر هتاخد حبوب كالسيوم ومغنيسيوم، حاجه اسمها كلماج، اللي في مصر عندنا اسمها كلماج، مش عارف عند ستك اسمها ايه في السعوديه، لكن المهم تروح للصيدلي. من نوربين استعمل نوربين. لا بروفن وكده ده مش حلو. لان ده حضرتك ممكن في مرضى السكر. النوربين ما يصلح. نوربين استعمل نوربين. نيوروبايون. نيوروبايون ده حضرتك ملوش دعوه بشده الاعصاب، ده له علاقه بالاعصاب الطرفيه. ايوه. النيوروبايون ده عباره عن فيتامين ب مركب، في فيتامين ب كتير، وقد ياتي بنتيجه، لكن انا بقول لسيادتك ده اهم ان حضرتك خد كالسيوم ومغنيسيوم، واتصل بينا بعد اسبوعين، روح للصيدلي قول له عايز حبوب فيها كالسيوم ومغنيسيوم. واخد بال حضرتك؟ تاخد حبايه بعد الفطار وحبايه بعد العشاء او بعد الغداء، اسبوع كده هتلاقي الدنيا بقت حلوه قوي ان شاء الله. تمام. شكرا. شكرا يا ابو احمد. ناخد ام مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت، لو سمحت يا دكتور، انا بصحى من النوم معدتي وجعاني كده، وبقعد عاوزه ارجع بتطلع حاجه زي البلغم سودا كده من معدتي، والناحيه اليمين دي تحت الثدي مباشره كده بلاقيها منفوخه دايما كده، وانا بطني في زياده كده، لان انا باخد علاج اورام. ربنا يشفيكي. الورم اللي عند ستك ايه؟ انا كان عندي ورم في الناحيتين وشلته. الف سلامة عليكي. طيب اخر مرة رحت لزملاتنا دكاترة الاورام امتى؟ انا كنت هناك الاسبوع اللي فات، هم بيقولوا لي حكاية البطنة ما لناش دعوة بيه. لا بس احيانا الادوية اللي بيدوها لحضرتك، هم بيدوكي حضرتك ادوية اللي هي محاليل وكده مش كده؟ لا انا دلوقتي باخد برشام. انا دلوقتي في مرحله يعني العلاج النهائي يعني الكيماوي بطلتيه. الكيماوي والاشعه بطلته. طيب انا دلوقتي باخد برشام بس يعني حبوب. طيب خدت اي خدت؟ بصي حضرتك لو بتقوم الصبح. نعم. لو بتقوم الصبح بدري. آه. عندك مل القيء وحاجه زي بلغم موجوده، يبقى ممكن يكون عندك جيوب انفيه، او عندك مثلا حاجه زي التهاب في الحلق مزمن، فبيبقى هنا البصاق والحاجات دي بتتخزن جوه المعده، والصبح تتعبك وتطلع منك. فاحنا ممكن ناخد كورس انتي بايوتيك بالرجوع لزملاتنا بتوع الاورام، لازم ترجع لهم، انا هكتب لك حاجه دلوقتي، وهناخد حاجه للمعده في نفس الوقت. فلو معاك ورقه وقلم اكتبي، واخد بالك في حاجه دواء اسمه هيستاك. ام مصطفى سمعنا؟ هو اليوتيوب بينزل عليها البرنامج ده بعد بكره، يعني ممكن انت حضرتك حتى لو ما سمعتهاش دلوقتي، انا هقول الدواء بعدين انت بتكتبي على عملك، طلعيها من على اليوتيوب. هيستاك 300 مللي جرام، حبايه قبل النوم كل يوم، وبناخد حاجه اسمها موتيليوم، حبايه قبل العشاء وحبايه قبل الغداء بنص ساعه، وهناخد مضاد حيوي بسيط قوي اسمه سبتازول،
حبتين الصبح حبتين بالليل لمده اسبوع. حضرتك هتلاقي الكلام ده على اليوتيوب وخديه بقى واسمعيه على مهلك وطلعي الدواء. الف سلامه عليك. شكرا مصطفى، ربنا يديك العافيه. ناخد ام هبه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. الحمد لله. اتفضل. لو سمحت انا حللت سكر صايم 6 ساعات وكان 126. طيب. وحللت هيموجلوبين وكان 11.9. انت عندك سكر مش كده؟ لا. هيموجلوبين ولا الهيموجلوبين السكري؟ لا هيموجلوبين بس. طيب. حللت يعني انا مش عامل صوره دم كامله. طيب. فالهيموجلوبين كان 11.9 و12. وحللت سكر لقيت السكر صايم 6 ساعات 126، وحللت كوليسترول لقيته 238. طيب. فخدت قطور لمده اسبوعين ماشي. سنة كان عندي يا فندم. اتفضلي. كان عندي سرعه الترسيب عاليه. كام؟ كان 30 في الساعه الاولى تقريبا 30 والساعه الثانيه كان 58. طيب. في حاجه تاني؟ لا يا فندم. ايه الشكوى اللي عند سيادتك؟ الشكوى اللي عندي ان انا ساعات ضربات القلب بتزيد، فهل ده من الكوليسترول ولا من حاجه ثانيه؟ ولا حاجه من دول له علاقه. هو صحيح ساعات الانيميا، احيانا الانيميا بتخلي ضربات القلب تزيد، بس عاده بتحدث مع المجهود. لكن لو انت قاعده وضربات القلب بتزيد عاده بتكون حاجه موضوعيه مش في القلب ومش لازم تكون خطيره. سنك كام سنه حضرتك؟ سني 40 سنه. وزنك قد ايه؟ وزني حوالي 95 وطولي 160. يعني احنا برضو المفروض ننزل شويه كده 10 كيلو. طبعا ده هيبقى كلام مش عملي، لكن عاوز اقول لحضرتك الدواء اللي انت بتاخديه والكوليسترول والقطور والكلام ده ملوش علاقه بضربات القلب السريعه واللي انت بتقوليها دي. انت رحتي انت عملت تحاليل كده ملهاش علاقه ببعض قوي، واخد بال حضرتك؟ خلي وقت ما ضربات القلب تزيد عاوزين نعرف كعددها كام. اذا سمحت وكلمينا تاني. طب لو سمحت يا دكتور، انا بنتي عندها 17 سنه. ايوه. وزنها 74 كيلو. 4 وكام؟ وطولها 74 كيلو. 74 ماشي. وطولها 159، والسمنه عندها بتركز في البطن والجنان. وهي اصلا مش بتاكل، يعني هي نص الرغيف اللي بتاكله في كل وجه. طيب ما هو نص الرغيف حضرتك معاه ايه؟ رز بقى ولا معاه ايه؟ ما دي لا من غير رز ومن غير اي حاجه، نص رغيف باي بروتين موجود في البيت. يعني بيضه مثلا، حته لحمه، حته فرخه مثلا كده؟ ايوه. طب بصي بقى، اسمك ايه قلت لي؟ نعم. اسم سيادتك؟ ام هبه. يا ام هبه. بصي يا ام هبه. نعم. انا ماليش دعوه بتاكل ايه، الاكل ده بالنسبه لها هي بيتخنها. يعني افرض واحد عايش على بيضه طول عمره في اليوم ووزنه المفروض يبقى 70 كيلو، بس البيضه ده مخليها 85، يبقى هياكل نص بيضه. يقلل. انا ماليش دعوه، مش عايز اعرف انت بتاكل ايه. حضرتك نزلي. هي حركتها مش كتيره، هي حركتها مش كتيره. الحركه عاده لا يعتد بها ولا يؤخذ عليها ان اخسس نفسي. ان انا الاكل اللي بيخسس والحركه بتحافظ على التخسيس. تمام كده، شكرا يا ام هبه، شكرا. الف سلامه. معانا ام محمد. السلام عليكم ام محمد. وعليكم السلام. بعد اذنك كذا اتصل مع الدكتور. اتفضلي الدكتور سامع. انا ابني وزنه 25 كيلو وهو عمره 6 سنين ونص. عنده كم سنه؟ قولي تاني كم سنه؟ 2 ونص ووزنه 25 كيلو. ايه المطلوب؟ تخن تخن جامد يعني، وعلى طول بيسخن وعلى طول عنده برد على اقل حاجه. طوله طبيعي؟ نعم. الطول بتاعه طبيعي حضرتك؟ الطول بتاعه كويس. وبيمشي وبيتكلم وزي الفل؟ ايوه بيمشي وبيتكلم وكل حاجه. بس انت عايزه بس الوزن بتاعه. وعلى طول بيسخن وعنده برد. طيب بيلعب زي العيال والكلام ده ولا بيلعبش؟ لا بيلعب زي العيال وكل حاجه، بيلعب وبياكل كويس. ما هو كان زمان الناس تقول لك الواد الصغير ما تمسكش عليه الاكل. وزن زياده يعني اكل زياده، يبقى لازم انزل الاكل. انا مش عاوز اعرف الاكل نوعه ايه. لازم تنزل. نزلي الاكل بنسبه 30%، لو بياكل رغيف يبقى ياكل تلتين رغيف، لو بياكل نص رغيف يبقى ياكل ربع رغيف، لو بياكل طبق مكرونه يبقى نص طبق مكرونه. هبص ليه خس على طول، وحاولي تشربيه ميه كتير،
وتدي له خضروات بقى زي الخس والحاجات دي عشان يبقى بطنه تظبيط ان شاء الله. هو ممكن هيخس على فكره على 8 9 سنين. تمام شكرا شكرا محمد. معانا الاستاذ سيد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ سيد. انا بحب بس في البدايه يعني احيي القناه بتاعتكم بصراحه قناه جميله جدا يعني برامجها متنوعه والواحد بيستفيد منها كتير. وبحيي الدكتور طبعا وعلى التوعيه الجميله اللي هو بيعملها. وعايز بس اساله بالنسبه للاطفال. نعم. لو طفل الاطفال يعني اللي هو سن مثلا 5 سنين وست سنين عنده قله تركيز يعني بحس يعني عنده تحس ان هو مش مركز طول الوقت. هل ده له علاقه مثلا بالاكل ولا ده ممكن يكون تعب مثلا او حاجه؟ وفي سؤال تاني برضو هقفل بقى بعد السؤال ده. لو المدام هي خاسه جدا بس انا عملت لها تحاليل صوره دم كامله اللي هي السي بي سي والحاجات دي ووريتها للدكتور قال لي مفيش اي حاجه في يعني لا انيميا ولا اي حاجه وقال لي وكتب لي على فيتامينات وخلاص على كده. سنها كام سنه؟ هي سنها 27 سنه او 28 سنه. وانتم مخلفين طبعا ابنكم بتتكلم عليه؟ اه طفلين. اه طفلين. وهي وزنها كام يا فندم؟ هي وزنها حوالي يعني 57 او 58 كيلو. وطولها قد ايه بيه؟ طولها 165. طيب ما هي 57 و 165 ما كويسة مناسب. ولا انت عاوز يعني حاجة ببضادة شوية؟ حاضر الجسم المصري يعني الاثنين. هقول لك تتخنها زي حالا دلوقتي. تمام اقفل يا سيدي هقول لك. تمام شكرا شكرا استاذ. في دواء اسمه ترياكتين هو يا رب يكون موجود هيخليها تبقى زي الغول. طبعا الفيتامينات كلام فارغ، الفيتامينات ما بتخنش حد ولا بترفع حد. فهو ياخد ترياكتين نجرب بس هتفتح الشهيه جدا. ممكن هو بينيم شويه فما ناخدوش سيادتك الصبح، ناخد مثلا حبايه قبل الغداء بساعه او نص ساعه وحبايه قبل العشاء. بس ده فعلا يا دكتور 165 الطول يعني هو عاوز 5 كيلو مزاجه يا عم الحاج. انت كمان 3 كيلو انت مالك انت. ماشي ناخد الاستاذ محمود. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. بقول لحضرتك ايه، انا مريض سكر بقالي 13 سنه. نعم ماشي اتفضل. ووزني كان 170 دلوقتي بقيت. استنى وزنك كان 170؟ اه ما شاء الله. بعدين اه بقى كام دلوقتي؟ لما جالي التهابات في المعده والقولون بقى 145. سيادتك خسيت تقريبا 30 كيلو صح؟ اه السكر بقاله كام سنه قلت لي؟ 8 سنين 13 سنه. اه والصايم بتاعه بيطلع كام؟ الصايم بيطلع كام؟ بيطلع 200 210 190 بعد الاكل. والفاطر كان بيطلع 260 270. سنه كام سنه؟ 39. بتاخد ادويه حبوب ولا انسولين يا اخي؟ باخد الاثنين جينوميت. باخد حبوب وانسولين. انسولين قد ايه؟ بعد ما قليت الاكل الانسولين 15 وحده. اه الجرجرين. اه جلرجين لانتوس. جلرجين. برافو عليك. تاخده قبل العشاء؟ باخده لا ساعه الفطار الساعه 12 الظهر وباخده. طيب سؤالك ايه؟ سؤالي انا دلوقتي بدوخ، قليت الاكل، قللت الاكل تماما، جدع. ما باكلش مع ان السكر مش مظبوط قوي. مش دلوقتي السكر من 100 يعني لسه عايشه كان 120. طيب خلاص انا فهمت، هحاول هرد على سيادتك عشان ما اطولش عليك. تمام. آه هو دلوقتي شكرا استاذ محمود. الدوخه اللي بتجيله دي بتكون نوبات السكر منخفضه. عندنا نوعين، يا اما انخفاض حقيقي يا اما انخفاض نسبي. تمام. مخه متعود على مستويات سكر اعلى من الطبيعي، فما بتنزل لمستوى الطبيعي اللي هو ال 120 او 110 او كده، الجسم المخ يقراها ان هي دي واطيه عن الطبيعي، لان الطبيعي بتاع المخ دلوقتي بقى 160 170. ده ممكن يكون عشان قلل الاكل يا دكتور؟ اه انا موافق انه قلل الاكل. لا انا موافق خليه زي ما هو. تمام حضرتك. انخفاضات السكر دي اما يجي لك الدوخه حاول تحاول السكر وقتها وتبلغني. لو لقيت السكر واطي يبقى فعلا ده انخفاض حقيقي، يبقى ليه علاج معاك. لو لقيت السكر حضرتك مرتفع وانت عندك الدوخه ليه حلول اخرى ان شاء الله. طيب. الفيصل هو في الاثنين والاسبوع الجاي اتصل بيا ان شاء الله. ماشي ناخد الحاج سعد. السلام عليكم. السلام ورحمه
الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، بارك عليك، الله يبارك فيك. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم. والله يا دكتور انا عندي شكوى، مشكله كبيره قوي عندي، اندراج غضروفي في الرقبه. انا سواء نقل تعيد، فعندي اندراج غضروفي في الرقبه، بشتكي منه من سنتين دلوقتي. عظيم، نعم. كنت كشفت عند الدكتور، قال لي وعملت اشعه مقطعيه واشعه يمين وكده، قال لي انت عندك 3 فقرات في رقبتك ولازم تخف من الشغل والسواقه. طبعا انت عارف حموله البلد والدنيا والضغط اللي على الناس، ما ينفعش تنام في البيت طبعا. فالمشكله الكبرى دلوقتي بكتفي بقى، مش في رقبتي، عن الصداع بستحمله، باخد له برشام مسكن وكده. الكتف بقى فيه تنميل والم وكده. الم فوق ما تتخيل 24 ساعه. طب لبست حضرتك الرقبه؟ لا، هو قالوا لي عليها بس انا ما قلت مش هينفع البسها، ان راكب نقل تقيل. ليه؟ مشكله معايا. اصل هي هتبص سيادتك دلوقتي الفقرات كبسه على الاعصاب. بالظبط. يعني عارف الفقرات عامله زي قوالب الطوب، وطالع الاعصاب بين القوالب، فالقوالب زنقه عليها. انت حضرتك بتلبس الرقبه بتروح شده لك القوالب بعيده عن بعضها، الاعصاب تقوم تريح، العضلات كمان تتعود وتتفرد مع شويه، لان حضرتك العلاج في المنطقه دي غلط يعني الجراحي، يعني ما يستحسنش. فيا اما حضرتك طبعا قال الراجل كلامه صح، ان انت تغير النشاط بتاع سيادتك، وده طبعا صعب، فانت على الاقل تلبس الرقبه. الرقبه اصلا بتقدر تيجي مقاسات ولا بيروح اشتريها جاهزه؟ لا، بتروح تشتريها جاهزه يا فندم. في نوع منها عامل زي السفنج كده، مش غاليه على فكره، وفي يعني كذا نوع، نقي منها النوع السفنج الاولاني. هي بس هتضايقك في الاول انها بترفع الراس شويه عنيها. تمام. ويا ريت وانت نايم تبقى لابسها. وبعدين تحد من العلاج الطبيعي يقول لك طريقه العلاج عشان يقولك عضلات الرقبه برضو، ربنا يشفيك. شكرا شكرا يا حاج سعد. معانا الاستاذ علي من المنوفيه، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. اهلا دكتور. اهلا بيك. انا عندي تكيسات في الكلى والكرياتين عالي 4.6 4.9. كلى واحده ولا ناحيتين؟ لا ناحيتين. العيلة فيها حد زيك قبل كده؟ ناحيتين. العيلة فيها تاريخ مرضي مشابه؟ لا. العيلة فيها تاريخ مرضي لا. طيب أنا عايز بس أسأل سؤال تاني، حضرتك يعني ما ممكن كان عندهم وأنت مش دريان؟ يعني ما حدش اكتشف قبل كده. الله يبارك فيك. في دم بينزل في البول أحيانا؟ لا مفيش دم. طب سؤال سيادتك إيه؟ الكرياتين عالي، عايز انزل الكرياتين ازاي؟ ايه ينزل الكرياتين؟ سؤال في منتهى الذكاء. طيب اقفل حضرتك وانا هجاوب. شكرا شكرا استاذ علي. هو احنا عندنا امراض الكلى حضرتك فيها امراض بتمشي لوحدها، يعني تمام. التدخل بتاعنا في العلاج بيبقى محدود التاثير، وقد يطرأ عليها بعض الامراض الاخرى اللي احنا ممكن نعالجها فتبدا تجيب تاثير كويس، زي التهابات في المسالك البولية، زي حضرتك الضغط يكون مرتفع، الحاجات دي كلها نقدر نصلحها. فأنا بس حضرتك لو تعمل لي تحليل بول وأعرف بس لا يكون في صديد ولا حاجة، وبعدين برضو حد من زملاتنا على ما نبعتك لحد من زملاتنا بتوع الكلى إن شاء الله، ما يكون ربنا أسهل الدنيا. تمام. ناخد أم ملك. سلام عليكم. أيوة عليكم السلام. السلام عليكم. أنا من الدكتور. اتفضلي الدكتور سامي. لو سمحت يا دكتور، انا بقوم الصبح من النوم معدتي بتوجعني جامد وعايزه ارجع، بس ما برجعش، بس معدتي بتبقى حاسه انها عايزه اطلعها من زوري. طيب سنك كام سنه؟ سن 33. وزنك؟ وزني 86. وطولك كام؟ 170. يعني رفيعه مش تخينه. طيب حضرتك عملت سونار على البطن؟ ايوه. طلع ايه؟ ما فيش اي حاجه، يقولوا لي التهابات في المعده وخلاص. السونار ما بيبينش التهابات المعده على فكره، مش عارف زملاتنا ساعات بيقولوا ها، ما كل دكتور اروح له يقول لي ما عندكيش اي حاجه، ما فيش اي لا حاجه. في فرق بين بص يا اسمها ام ملك. يا ام ملك، نعم. احنا كدكاتره كلامنا محسوب بالسحتوت. الاشعه التلفزيونيه والاشعه الصوتيه لا تظهر الامعاء ولا المعده، فيقول لك هو بيقول لك المعده جدارها تعبان، بس مش معتمد على الاشعه، معتمد على الفحص الاكلينيكي، وده كلام مش غلط اللي هو قاله لك. طيب انا اعتقد ان حضرتك اولا ما تاكليش قبل النوم بساعتين ثلاثه. نمره 2، ترفعي المخدات شويه وانت نايمه. 3، تتوقفي عن القهوه
والشاي والبتاع اللي اسمه نسكافيه والحاجات اللي فيها كل القهويات دي كلها. طب اي نوع دواء يا دكتور؟ معلش معدتي الصبح معلش. طب هتاخديه بالليل، واخده بالك؟ هتاخدي حاجه اسمها زنتك 300 مللي جرام حبايه قبل النوم. ماشي ماشي يا دكتور ان شاء الله. 15 يوم وتوقفيه او 21 يوم بالكثير. شكرا شكرا يا ام مال. معانا الاستاذ حسن، السلام عليكم. ايوه يا باشا اتفضل. اتفضل. ايوه يا باشا معاك. سامعك يا استاذ حسن. الله يسلمك. يا دكتور انا بتجيلي جلطات كتير يا دكتور. بيقول ايه؟ قول تاني كده. جلطات في الدم. مش سامع يا اخي. بتجيلي جلطات في الدم كتير. جلطات في الدم. في الدم. في اي مكان في جسمك؟ في جلطه في المخ وجلطه دبرين في رجل اليمين جنب الشمال 4 مرات. سن حضرتك كام سنه؟ 47 سنه. العيله كان فيها حاجه زي كده؟ لا. طيب زملائي زملائي عملوا لك حاجات بتاعه التجلطات وال ايوه دكتور. مع دكتور اسمه مش مهم. لا ما تقولش اسامي حد لو سمحت. طيب شخصوك ايه؟ نعم اديني علاج. اداك زاليرتو؟ اداك زاليرتو ولا اداك حاجه تانية؟ لا اديني علاج اللي هو السوله مكان العلاج 300 جنيه العلبه. بلافكس. 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 حبايه ولا اتنين في اليوم؟ ايوه دكتور. حبايه ولا اتنين؟ حبايه ولا اتنين يا استاذ حسن؟ حبايه 20 يا دكتور. حبايه 20. حبايه ده زاليرتو بقى. زاليرتو هو ال 20. طيب النقطه الثانيه، ده دواء كويس جدا، بتاخد معاه اسبرين ولا ما بتاخدش؟ لا ما باخدش حاجه. ممكن تاخد حضرتك حبتين اسبرين كمان او حبايه واحده كل يوم. بتعملي سيوله. طب احنا ما احنا عايزين سيوله. ماشي بتعمل سيوله منزف دم. بالسامع. بتعمل لك سيوله ايه؟ منزف دم. يعني دم ينزل من مناخيرك او بقك او كده. بينزف بينزف. يبقى تقلل حضرتك، يبقى تحلل حضرتك الدواء زللته الغاليه ب 300 جنيه. ما هي هياها يعني وازن. نحط اسبرين ونقلل التاني نخليه يوم بعد يوم او اي حاجه، فاهمني؟ وبالتالي نخف عليك كمان الفاتوره. انا عندي صمام في الدهري. سمام في ايه؟ رجع في القلب. سمام كمان في القلب. لا يبقى اذا ده انت لازم، انت معلش الكلام مختلف بقى. انت دلوقتي الصمام ده بيطلع عليه تجلطات والتجلطات بتنتشر في الجسم. طيب الكلام يبدا كده صح. ففي الحال عموما هو العلاج واحد، بس لازم حد من زملائنا بتاع القلب يتابع مع حضرتك وتعمل ايكو كل شويه. والاسبرين هنا مهم جدا، ده اللي هيمنع الجلطات اللي على القلب اكتر من التاني كمان. يمشي ويعمل سيوله. شكرا يا استاذ حسن. شكرا. ناخد الاستاذ يحيى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. تمام والله. ممكن اسال بس الدكتور سؤال بسيط؟ اتفضل يا فندم. اتفضل. بقول لحضرتك والدتي عندها 57 سنه. ايوه. بتعاني من ارتفاع السكر بقى لها حوالي 6 سنين. نعم. ماشيه على برشام معين. من اسبوع بالظبط كده رحنا للدكتور فحولها للانسولين على طول. بس طيب. مشكلته ان هو بدا يزود الجرعه. طيب. اول حاجه كانت 30 و10 وبعد كده زودنا ل 40 و20 والسكر ما بينزلش. الوالده 57 سنه صح؟ 57 سنه وزنها تقيل. تخينه. ايوه. كام يعني؟ يعني هي فوق ال 100 110 115 هي طولها اساسا ما كملش 170. 110 115 وطولها قول 170 يعني ده 30 كيلو 20 كيلو يعني. تمام. هو مش كتير قوي على فكره 110 بس يعني كلامك صح على السن. واحنا والله متبهدلين معاها ومش عارفين نعمل ايه. طيب السكر الصايم بيطلع كام بتاعها يا فندم بعد الانسولين ما خدته؟ اخر اول حاجه قبل اسبوع كان 320 بالانسولين. خاطر؟ لا قبل الانسولين. طيب. احنا واخدين الانسولين بقالنا اسبوع بالظبط. بقى كام بقى؟ الانسولين نزل 190. طب هو الانسولين في عيب الحقيقه. الانسولين هيخلي جسمها يتخن زياده. اكتر يعني من هي اكتر من كده لان هيجوعها وهتتخن. هي كانت بتاخد الحبوب ايه واللي سمع لي الحبوب تاني كده؟ والله ما فاكر الاسم بالظبط لان هي مش معايا دلوقتي بس. طب بص خدت كذا نوع برشام. طيب خليها عليها بتاخد الانسولين ده الجرعه الصغيره قبل ما الدكتور يعلق يزودها، وزود عليها حاجه اسمها دولسيل حبايه 3 مللي قبل الفطار. ولو معدتها بت... نعم تمشي على الانسولين. اسم النوع معلش اسم برشام اسم دولسيل. دولسيل تمام. الحلقه دي بتتعاد موجوده على اليوتيوب بعد يومين اظن، ممكن تنزلها وتبقى تسمع. ربنا يبارك لك ربنا يبارك لك. دولسيل 3 مللي جرام حبايه قبل الفطار، ولو معدتها بتتعبش هتاخد جلوكوفاج 1000 مللي جرام حبايه قبل الغداء وحبايه قبل العشاء. وتقلل الانسولين، خلي الانسولين قبل ما الدكتور يزوده. النتيجه بتاعت العلاج دي هتبان بعد 3 اسابيع مش بكره ولا بعد. خلاص تمام وان شاء الله اللي الدكتور
هي نعم. لو على سنها معلش انا اسف اللي طالع بس اتفضل. بالنسبه لسنها المفروض يبقى كام عشان تبقى العمليه مرتاحه؟ يعني هي الوالده قلت لي كام سنه بس عشان اسمع؟ 57 57 ده عيله صغيره لسه والله. بس والله يا ربنا يديها الصحه. انا يعني السكر مثلا الصايم يبقى 120 الفطر 140. ربنا يبارك لك دكتور. يا رب. تمام استاذ يحيى الحلقه هتنزل بعد اربع ساعات يعني بنوه حضرتك نوه للزياده ممكن تسمعها على طول بعد اربع ساعات يعني الحلقه. كل الناس اللي هي احنا في حد كان كلمنا وما ردناش عليه اللي هو المفروض كان يوقف القهوه ووقف بتاعه كان تقريبا قلم على المعده او حاجه زي كده ناسي. لا بس ده يعني ممكن رد علينا. فاكر السؤال انا اول سؤال بس ناخد بعد الـ ماشي شكرا. ناخد الاستاذ نور. مدام نور لو سمحت. سوري مدام نور. الكنترول يصحى معانا بدل ما يرفع عليك قضيه. مدام نور معلش عايز اكلم الدكتور لو سمحت. اتفضلي سامعك يا مدام نور. من فضل حضرتك انا عندي 52 سنه ومريضه دايابيتس وباخد كنت باخد تليفاز الاول 850 والدكتور غيره لي للجلوكوفاج 1000 قرص الصبح وقرص بعد الفطار بعد العشاء. طيب. تمام 500 يعني على مرتين. تمام حضرتك دلوقتي في الم في كتفي الشمال اثناء اول ما اقوم منهم كده فبتعب جامد يعني فبقعد شويه على قد ما بتحرك تاني واعمل حركتين كده شويه حركات فايه بيرجع تاني ليه. تمام وباخد ملجا وباخد مقوي ايه تاني يا محمد؟ مش مهم المقوي مش هيفرق معايا. مش مهم حضرتك ماشي. فدلوقتي الجلوكوفاج يعني مناسب بعد الجلوكوفاج ولا ايه الفرق ما بينهم؟ الجلوكوفاج وايه تاني؟ والملجا سيادة. الملجا دي مكملات غذائيه حاجه كده زي فيتامين ب. تمام. العلاج الوحيد اللي انت بتاخديه للسكر هو الجلوكوفاج. الباقي كله ملوش اي لازمه لو ما خدتوش مش هيجرى حاجه. لكن حضرتك 140 صايم 140 صايم اخر تحليل عملته حضرتك 140 صايم و200 فاطر والاي 1 سي طلع 7. لا عالي سكر حضرتك عالي وانت سنك صغير. انت قلت لي اظن 46 ولا كام؟ 52 طفله لسه. فهو حضرتك دلوقتي هتاخدي ممكن ناخد ان شاء الله حاجه زي اماريل 1 مللي جرام. اماريل 1 مللي جرام قبل الفطار وخليك على الجلوكوفاز زي ما انت. السكر بتاعك هيتظبط خلال اسبوعين 3-4 وممكن لو كتفك بيوجعك ناخد حاجه زي مثلا بسيطه كده كتافلام مثلا 25 مللي حبايه بعد الغداء لمده اسبوع واحد فقط ونوقفه. وما تنامي حضرتك حاولي انك تتدفي كويس حتى لو الجو حر وما تنامش على الكتف اللي بيوجعها يعني. صح ان شاء الله. تمام شكرا شكرا. طيب متهيألي احنا وصلنا لل طب الراجل مش هرد عليه في سريعا اللي هو كان بيقول لما هو بينام بالاخص على الظهر زي ما بتقول الحموضه او بتطلع ساعتها. انا قلت هو ده اصل كتير ده دخلوا في الموضوع ده. ايوه ولما انت حضرتك قلت ان في حموضه تقريبا ويمنع القهوه يمنع القهوه يمنع البيبسي يمنع الكوكاكولا ده لكل الناس اللي عندهم معده يعني. الحاجات اللي هم حضرتك الفوارات الملونه البيبسي والكوكاكولا ومش عارف ايه الملونه بالذات لان متال المريء بيفتح بالليل. لا الغازات بقى بتروح مفتحه اكتر وده ارتجاع في المريء. ممكن ياخد مثلا دواء قبل ما ينام زي ما جاسترازول 20 مللي جرام حبايه قبل النوم لمده شهر وما يكرروش تاني. ويستحسن ياخد لو مسموح له باللبن ياخد شويه لبن باردين بارد كوبايه صغيره نص كوبايه قبل ما ينام. ما ياكلش حاجه قبل النوم بحوالي ساعتين ثلاثه ويرفع السرير شويه وهيبقى كويس ان شاء الله. تمام هناخد الدقيقه على السريع قبل ما نقفل كده. اتفضل يا سيدي. اتفضل الدقيقه بتاعتك لو عايز الدقيقه احنا ان شاء الله الساده اللي اتصلوا بينا احنا اليوم الثلاث الجاي ان شاء الله هنبقى في نفس الميعاد ويمكن نكمل في رمضان ان شاء الله. مش احنا اتفقنا ان شاء الله؟ اتفقنا ان شاء الله. واحنا الحلقات دي عاملينها طبعا بصوره استثنائيه ان احنا بنعالج بس حضرتك العلاج مش المفروض ان انا نعالج على الهوا ولكن الظروف الاستثنائيه وحق الناس علينا ان احنا نعالجهم وندي روشته كامله. هي احيانا ما بتكونش صح قوي 100% والمفروض احنا بنعلم الطلبه والدكاتره ان هم ما يدوش روشتات للقرايب على التليفون ولا غيره لان ده بيبقى فيها اخطاء وارده لكن احنا بالخبره بقى والشعر الابيض تمام. فبيبقى كلامنا تسلم. ربنا يديك الصحه. الله يخليك اكتر من يكون صح ان شاء الله. اعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. نشكركم لحسن الاستماع وطيب المشاهده ونشكركم ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. والى لقاء اخر في حلقه قادمه من برنامج كونسلت تيلي ميديسن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.